ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا في فقرتنا دلوقتي زميلي المذيع محمد فتحي. ازيك عامله ايه؟ الحمد ازيك يا لله سامي؟ تمام. انا بعتذر جدا على التاخير والله، بس طبعا زي ما انتم عارفين الدنيا كانت زحمه جدا النهارده الخميس. بس انا حابب اقول لكم في البدايه كل سنه وانتم طيبين، وبنعتذر على ان احنا وقفنا البرنامج حوالي شهر، شهر رمضان يعني، عدا الله عليكم بالخير واليمن والبركات. معايا بقى النهارده ضيفي واخويا وصديقي الناقد الرياضي احمد سمير. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد، الاخبار؟ وسعيد ان انا متواجد في البرنامج الجميل ده مع الكوكبه الجميله من ربنا الاعلاميين. شرفنا بيك في الشرف البرنامج يعني. بتاعنا. الشرف لي. طبعا احنا بنتابع دايما ان انت في لقاءاتك التلفزيونيه بتخش سخن قوي مع المذيعين يعني، بس انا بقى المره دي لا، همتص اللي انت بتعمله ده وانا اللي هدخل عليك سخن. هتلعب ضغط عالي يعني؟ هلعب ضغط عالي، مفيش مشكله. الدوري في مصر الايام دي سخن جدا، وفي احداث كتير قوي يعني، في حاجات كتير متلخبطه، وناس كتير قوي بتتكلم من ازاي نادي الزمالك بعد كل الهجوم اللي عليه ده هو لسه لحد دلوقتي صامد وواقف على رجليه. انت من وجهه نظرك شايف الموضوع ده ازاي؟ الاحداث اللي مرت في الفتره الاخيره نادي الزمالك زي ما ضغطته، لكن احنا دايما بنقول المصريين شويه مع الضغط اللي بالعكس ممكن ناس كتير بتتعب منه، لا ساعات ده بيولد نتائج ايجابيه، وهو ده اللي حصل مع نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد خروجه من البطوله الافريقيه وتغيير مجالس الادارات والمشاكل والازمات، لقى نفسه ان هو في موقف حرج جدا، تغيير جهاز فني، تغيير مجالس ادارات، خروج من البطوله الافريقيه، فما قداموش غير حل واحد، المنافسه بقوه على بطوله الدوري حتى اخر نفس، وهو ده اللي بيلعب عليه نادي الزمالك. انت شايف النادي الاهلي ممكن يسمح بالموضوع ده؟ يعني النادي الاهلي هيسيب البطوله تروح من ايده؟ من حقنا كجماهير نستمتع بالمباريات حتى النفس الاخير، البطوله لن تحسب الا في الجولات الاخيره ان لم تكن الجوله الاخيره. الزمالك لاعب اكتر بخمس مباريات، الزمالك لاعب 24 مباراه والاهلي لاعب 19 مباراه، الزمالك عنده 54 بونت، الاهلي عنده 41 بونت. الزمالك لو كسب الاهلي لو كسب الخمس مباريات المؤجله سيعتلي صداره الترتيب بفرق 2 بونت. لكن هل نقول ان الخمس ماتشات رقم مش قليل ان انت تقدر تفوز عليهم كاملين؟ لكن ما فيش شيء مستحيل. النادي الاهلي مشكلته ان هو بيلعب في بطولات متعدده، في ارهاق، في اصابات، في استنزاف للعيبه بدنيا، ده بيأثر عليه بعض الشيء، وهو خايف من حته الضغط اللي هتيجي في فتره هلعب وقت كتير مضغوط. احنا شفنا اخر مباراه لنادي الزمالك، نادي الزمالك ونادي المصري، مباراه يعني ما اتلعبتش من سنين، من زمان. فعلا يعني اربع ضربات جزاء، اتنين طرد، انذارات بالجمله، اهداف في اللحظات الاخيره، مباراه فكرتنا بماتشات بقى الاهلي والاسماعيلي 4-4، الزمالك والزمالك في نهائي الكاس 4-3، مباراه الزمن الجميل واثاره الدوري الانجليزي. فالناس استمتعت جدا باللقاء النهارده، في مباراة قوية جدا بين نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي في كاس مصر. النادي الاسماعيلي ماشي بخطى ثابتة جدا وواثقة جدا، بس هو كان من فترة كان أداؤه ما كانش كويس. كابتن إيهاب جلال، احنا دلوقتي بنقول انه عصر المدربين، كنا زمان نقول انت جبت كام لعيب نجم الفرقة، لا دلوقتي نجومية المدربين. يعني احنا شايفين اتلتيكو مدريد خد الدوري الاسباني، سيموني. سيموني صاحب مدرسة قدرت تخلي فريق ما يمتلكش الكواليتي العالي قوي انه يقدر ينافس ريال مدريد وبرشلونه ان هو ياخد الدوري الاسباني. فدلوقتي بقى عصر المدربين مش بس عصر اللاعبين، التكتيك بتشتغل عليه بشكل كويس جدا، التنظيم، احنا شايفين نفس اللعيبه في الاسماعيلي هي اللي كان قبل كده هي دلوقتي اللي موجوده، لكن ما الفارق؟ التنظيم الجيد، التاهيل النفسي، التاهيل الذهني، كل ده هو اللي خلى الاسماعيلي يوصل لمرحله ثانيه خالص، ويخلي مباراه النهارده مباراه صعبه بين نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي، ومباراه كاس، مباراه الكاس دائما نقول تحتمل المفاجآت، كل شيء وارد فيها، انت ممكن تعمل جيم مقفول وتخطف هدف، الاسماعيلي ممكن يحاول يفرض الجيم، المباراه قريبه، خصوصا ان نادي الزمالك برضك هيعاني من الارهاق، انا لسه لاعب من يومين ماتش المصري، هلعب النهارده، هلعب بعديها بيومين، فالارهاق بيبقى لصالح الفرق الاخرى اكتر. انت رايك بس انت في الكلام؟ طبعا الكلام ده يعني صراحه لا كويس جدا يعني. عايزين نعرف دلوقتي، اتكلمنا عن السوبر بين مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان، وهل معلول هيقدر يشارك تاني بعد تعافيه ولا لا؟ جمهور الأهلي كله بل جمهور المصري كله منتظر مباراة السوبر، مباراة برضك مباراة ببطولة، يعني خلينا نكون منطقيين، أي مباراة بتكون مباراة ببطولة بيبقى ليها رونق خاص. أيوة بيبقى ليها رونق طبعا، وبتبقى ناس كتير قوي مستنية، بتبقى أنت كمان بقى متحفز، والجماهير عشان تنزل تحتفل في الشوارع وفي الميادين وبتاع، فبيبقى مباراة ليها رونق خاص. مباراة السوبر الأهلي أقوى فنيا، الأهلي أفضل فنيا،
فريق نهضة بركان في الدوري المغربي بيحتل المركز التاسع، نتائجه مهتزة. الأهلي بس هو حرب الأساسية مع الإصابات والإرهاق، لكن هو عارف إن دي مباراة البطولة، ولعيبة الأهلي ما بتعرف إن دي مباراة بطولة ما بيفرطوش فيها بسهولة. طب أستاذ أحمد تتوقع النتيجة كام كام؟ الأهلي ونهضة بركان؟ أنا يعني بيبقى عامة ما بحبش توقع النتيجة، بس الأهلي فرصه أفضل. موضوع معلول اللي اتكلمت فيه الاستاذه معلول، رغم تعافيه من الاصابه لكن هو بعيد بقى له فتره كبيره جدا عن حساسيه الماتشات، فهو لو خد هياخد مثلا في اخر المباراه، في آخر يعني ممكن يديله اخر ربع ساعه اخر، وده برضك حسب سير المباراه. هو مثلا حضرتك تتوقع لي الاهلي ونهضة بركان كام كام؟ 3-1 الاهلي. طب والزمالك والاسماعيلي؟ لا صعب التوقع في الزمالك والاسماعيلي، ان كنت ارجح كفه الزمالك نسبيا، لكن يعني مباراه متكافئه. يعني الزمالك بيجيد شويه قدام الفرقه اللي بتلعب كره مفتوحه وبيلعب من ظهرها كويس، والزمالك بيعاني دفاعيا، فالاسماعيلي عنده لعيبه من فوق كويسه جدا، مدبولي من اللعيبه الكويسه جدا، شكري نجيب بيشتغل بشكل كويس، فالفريقين متميزين هجوميا وعندهم مشاكل دفاعيه، فتعرف ان في اهداف هتبقى هنا وهنا. اخر سؤال يا استاذ احمد، شايف مين هياخد الدوري؟ لا صعب شويه نتكلم مين اللي نقدر نحسم مين اللي هياخد الدوري. الدوري هيفضل حتى اللحظه الاخيره. انت بتوديني انا سؤال صريح، مين هياخد الدوري؟ صعب شويه السؤال، لكن نقدر نقول ان الزمالك اقرب نتيجه. يعني الزمالك اللي هياخد الدوري السنه دي الاقرب. الاقرب بنسبه كام؟ بنسبه 60%. بس هو اللي هياخد الدوري فاهم مثلا؟ والله بقى على حسب، يعني الواحد مش متوقع قوي. لا انا بتكلم مش بس على الاداء الفني، لا ارهاق اللعيبه الاهلي في الاستنزاف في مختلف البطولات، زائد الاصابات اللي بتضرب لعيبته عامله مشكله شويه للنادي الاهلي، فهو متشتت بين ثلاث اربع بطولات، فدي عامله مشكله شويه للنادي الاهلي، الارهاق والاصابات الكتيره، وده استنزف الاهلي فنيا، لان احنا شفنا الاهلي وقع في بعض الماتشات نتيجه عدم وجود البديل. يعني علي معلول منذ غيابه ما فيش حد قدر يحتل مكانه بقوه، يبقى في مشكله في الجبهه دي. فخلينا نكون منطقيين، اللاعب المصري ما بيستحملش الضغط المتواجد، احنا مش في الدوري الانجليزي، فعشان كده بنقول شويه ان نادي الزمالك اقرب نسبيا مع المفاجات. احنا تعودنا في الدوري، احنا لو نذكر دوري السيد عبد النعيم في دوري اتحسم على اخر مباراه، بقت الناس في الراديو تسمع نتيجه الماتش ده ايه والماتش اللي خدته. طب استاذ احمد انا هسالك اخر سؤال عشان اختم. اخر سؤال بقى عشان ايه الفقره يعني وقتها خلص. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بحب الكوره وحبي للكوره بيخلي حتى لو انا ليا تشجيع لنادي معين بحب. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا مصراوي. مش عايز يقول حاجه هو عشان ايه. طيب احنا دلوقتي كده هنطلع فاصل بقى، ونشكرك جدا طبعا على تواجدك معانا، نورتنا جدا. اتمنى لك بصراحه التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، واشوفك بقى بتقدم برنامج رياضي بقى، واتمنى لكم التوفيق في برنامجكم الجميل ده، ودايما اللي انا بتابعه بشغف، ويعني حاجه من البرامج اللي بتقدم محتوى مختلف ونموذج شبابي رائع، نتمنى الكل يحتذي به. شكرا يا استاذ احمد. هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع بقى تاني مع فقرتنا الجايه.